عدنا لحضراتكم مرة تانية في أثناء يعني ما طلعنا فاصل، كنت أتحدث مع الأساتذة، كنت بتحدث كده ورحت يعني قايل سؤال، أنا عندي طرح، يعني المجتمع الدولي هو أخباره إيه؟ هو إيه اللي عمال يحصل هنا؟ وبالتالي أنا لازم أسأل هذا السؤال، وحبدأ مرة أخرى بالأستاذ عصام شيحة، اللي هو اللي بيحصل دي مش جرائم، يعني أنا النهاردة لما أقتل أطفال واضرب قنابل اموت هو ده انا كده بدافع عنه، ده دافع عن نفس؟ لا، دي كلها جرائم ضد الانسانيه، كلها جرائم حرب، كلها جرائم عنصريه، كلها جرائم تهجير قسري، كلها جرائم اعتداء غير مبرره. المنظومه الدوليه آن لها انها تتحرك، المحكمه الجنائيه الدوليه آن لها انها تقبل الشكاوى والقضايا اللي بتعرض عليها في الوقت الراهن، خاصه وان الفلسطينيين كانوا من أوائل الدول اللي تقدمت بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية. الدولة المصرية لأنها دولة حكيمة مؤمنة بالسلم والأمن الدولي بتسعى جاهدة أنها تحل المشكلة بشكل سلمي وتحد من الدماء التي تنزف. في هذا التوقيت نفسه المنظومة الدولية بداية بمجلس الأمن والأمم المتحدة نهاية بالمحاكم الدولية ما زالت تشاهد عن بعد. لم يتحرك أحد لاتخاذ قرار جدي وموضوعي بوقف القتال، لم يتحرك احد بادانه ما تقوم به اسرائيل في الاراضي المحتله. بتسالني على جرائم، دي جرائم على الهواء يا استاذ محمد، يعني جرائم موثقه. احنا لما بنيجي نكتب تقرير يقول لك انت وثقت التقرير ازاي؟ بوثقت التقرير بمشاهد، مشاهد موجوده وحيه. ده معناها ايه بالضروره؟ ان كل الشرفاء وكل المؤمنين بحقوق الانسان وبحق المواطنه وبحق الوطن، كل دي تدفع الشرفاء حول العالم لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين في إقامة دعواهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأنا أقدر أقول لك يعني أنه من خلال هذه الأدلة المحكمة الجنائية الدولية إذا ما تحققت من هذه الجرائم فإنها سوف تحاكم دولة إسرائيل. وأنا أتصور أن آن الأوان لمحاكمة دولة إسرائيل لأنها بتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية. بعض الناس بيقولوا أن ده كان دفاع عن النفس يا أستاذ عصام. لا، هذا إن حصل 1500 برضو ماتوا من الجانب الإسرائيلي. الدفاع شوف، أنا أشكك في رواية الأعداد الكبيرة دي. في بعض الأحيان السعي إلى أنه يقول لك أعداد كبيرة عشان يوهم البعض أنه يعني تعرض هو الأخ. لكن أنت كمان بتتكلم عن دولة وعن جماعة، وبتتكلم عن دولة بتدعمها أكبر دولة في العالم وبتساندها وبتدعمها بالسلاح بشكل مباشر. احنا بنشوف الطيران حديث على يعني بنشوف الدبابات نازلة لسه، يعني العالم بيتغير شكلها لسه، يعني لسه جديدة. ما مشيتش يعني ما يعني ده بيذكرني ب 12 أكتوبر 73 لما نزلوا برضو في سيناء. العالم لا يخجل مما يحدث. الجرائم اللي ارتكبت في الأراضي المحتلة تشكل جريمة إنسانية، جريمة إبادة جماعية. كويس.